اللي نحن مانيش خايفين من الرهيب ويزمنا دي نوتر رول. الكل تونسي اللي يحب تونس واللي بالحق هو ضد الرهيب لازم يكون اليوم موجود لهنا باش نوريكم ان نحن مانيش خايفين ونحن باش نكونوا في تونس وعمرنا ولا باش نخرجوا من تونس. نورمالمون يزيدوا يشجعونا بالعكس خاطر الواحد اللي فات اللي عمل لنا غون با وجا لهنا سورتو معنا سورتو نشوفوا نحن صغار نشوفوا الناس كبار وكل شيء يعني خايفين سا بوتيتر تو ما عادش فما سيكوريتي مادام وسط البلاد افيك سا وجاو يعني الناس وكل شيء نورمالمون يزيدوا يشجعونا يزيدوا يدخلونا وانا جوغي مي لو كان بسعر رمزي يعني يعملوا كل شخص ينجم يدخل المتحف هذوكم ينجموا يعاونوا باغ اكزومبل الاصلاحات اللي قاموا بهم في المتحف. انا جيت لهنا صغير روحي مانيش مقصي كما الشعب التونسي الكل جيت صغير اليوم وزاره الثقافه عامله تظاهرة استدعوا فيها سفراء واستدعوا فيها برشا من الدول العالم وكل السفراء الكل جينا باش نحضروا في المتحف وكيف التوانسة الكل هزتني الغيرة على بلادي باش نجي لهنا يا اخي لقيت روحي مقصي الباب مسكر ما يدخلوا كان اللي عندهم ليزافيتاسيون والشعب كالعادة يقعد لبرا اللي الشعب اللي يزمه هو يكون هو أمن البلاد فهمتني هو يزمو يشاركوا الشعب في الامن البلاد مش الامن معناها بوليس وحرس وجيش لا حتى الشعب بيدو هو البوليس وهو الحرس وهو الجيش حبيت نجي باش نعبر على تضامني على حزني على غضبي على املي على كل هذا كل مانيش مقصد بالعكس نعتبر باللي اي حاجه لازم تتنظم واذا كان المنظمين شافوا اللي من المستحسن باش الجمهور ما يدخلش انا عمري ما نناقش الامور هذه مش معناتها خاطر نقبل ونطاوع والكذا معناتها لازم ثم ثقه مبدئيه دنيا مش نقول لك راهو اليوم مش ممكن مش معناتها الانسان ما عندوش فكره نقديه ولا حاجه ولكن الامور هذه لازم ناخذوهم بسو بلاس ببساطه. احنا هنا اليوم خاطر باش نوريو للرهاب اللي مانيش خايفين منهم اللي معناتها يشجعوا فينا على ثقافتنا ماهمش بعدوا فينا على حد شيء. وما نعرفش معناها في بالهم بروح باش يبدلوا حاجه فينا ماهمش يبدلوا شيء ماهمش ينسوا شيء في تونس. احنا جينا معناتها سمبوليك ماهمش نوريهم اللي مش خايفين ولا مش وما تفكرت نعاودوا نمشيو صحيح مشيت باش نبدل لما توا شجعوني باش نعاودوا نمشيو معناتها باش نمشيو. انا جيت نجري باش نحب نشوف اسكو يعني التوريست رجعوا يحبوا يجيونا ولا لا واحنا نحبوا نعيشوا الفرحه هذه اللي المتحف باش يتحل اليوم من اول جديد لا بالطبيعه قصاونا احنا بالطبيعه انا قدام الباب قاعدين ماذا بينا ندخلوا نشوفوا كما هما كيف التوريست يحسبونا كيفه هكا خاطر احنا ولاد البلاد احنا ولاد تونس احنا ولاد الشعب ما صارت الثورة كان على تونس ولا على ولادنا يا اخي عشان ما عادش بيه التوريست هاي صارت في برشا بلدان يعني الحكاية هذيا وما قصاوش شعب انا دخلت ما حسيتش روحي مقصية بحكم انا فهمتني كيما قلت لك نخدم في السياحة وصحابي معناتها ميم لي جيد شيف داجونس معناتها دخل المتحف الداخل انا كنت معناتها عندي الامكانية باش ندخل ولو اني ما غير بادج ودخلت ولهذا كارو ما كانوش يصير نتكلم على روحي دخلت ما غير بادج كاروش يصير فهمتني كارو العينين محلولة أكثر وحتى حد ما يدخل يلزم تعرف هوية الشخص اللي باش يدخل لك المتحف شكون علاش عندنا شخصيات وزارية جاية للمتحف سفراء اليوم معناتها نهار استثنائي في تونس باش يرجعوا الناس يزوروا المتحف هذايا معناتها ماذا بينا نكونوا مأمنين الناس الكل كالأمن كالمواطن وكالسائح اللي باش يجي يزورنا إن شاء الله.